niggas on the window. My niggas walking with it like it's legal. يعطيكم العافية، معاكم عبد الله من أكاونت غازينكي جراج. اليوم يوم تدليع الشروكي شوي. عندي منتج راح أشرح عنه، عندي تركيبات كهربائية اثنين، يعني إن شاء الله ما يطول الفيديو. خلينا نشوف المنتج أول شيء. أول منتج هذا التي بي ام اس، اللي ما يعرف شنو التي بي ام اس باختصار بالعربي تعرفون العلامة، قارئ ضغط الإطارات، يعني اللي يقيس ضغط التواير. تدرون الشروكي ما فيه الميزة هذه، الميزة تعتبر او ادفانس، فقلت اركب له شيء محترم، نوعية صينية محترمة، ولكن مو العادي، مو اللي يكون معاه شاشة، يكون عن طريق برنامج، يعني دلع شوي بدل اقض الطبلوم واركب شاشات ولوية. نفتح الكرتون. طبعا في برنامج حق الاي او اس، حق الاندرويد بالانجليزي، اندرويد بالصيني، ثلاث ما شاء الله. باختصار هذيلي يركبون مكان الولف بالتاير، عليهم لوك، تسكرهم بهذا وتتحكم فيهم او تشيك على شغلك بالبرنامج، مو تتحكم فيهم بس تشيك على ضغط الاطارات. كالعادة خلنا نسوي سكان حق الشغل من تليفوني. اوكي هذا اوكي، هذا مال شو اسمه، مال ايتونز. انزين نشوف مال لا مو هذا. اوكي هذا ايوه اسمه تي بي ام اس 2، نزله كالعادة. بعد ما ينزل نركبهم، فيهم بطارية منهم فيهم، ونشبك عليهم وتشيك على الشغل كامل ان شاء الله. ركبنا اول سنسر طبعا بالسيف المنقذ، انا اتملل اسوي شغلي بروحي. زين خلينا نشوف الحين يبطل ما يبطل. اوكي الو والوزنج داب. الحين بايند ديفايس، هذا اليمين قدام. اوكي هذا يسار. اوتو بيرنج، قرا اول واحد اللي عندك الحين قاعد تركبه قرا، بس هني ما قرا. ليش اللي قاعد اركبه اربعة اربعة قاعد يقرا. زين ممتاز، هو قاعد يشتغل، قاعد يضبط اموره. pressure is too low. انت شلت الخير؟ شلته. طلع لي pressure is too low. pressure is too low. والله غزقرتي. pressure is too low. عمي ركبه يرجع. pressure is too low. ركبه اخوي قاعد تسولف هذه تقول. pressure is too low. طبعا شي شباكتهم كلهم، عندي واحد بس ما ادري مو راضي يقرا. بنشوف له حل. توا جربت انا بالسيف، شلنا الولف اللي ورا. صفر قال بريشر تو لو، يعني في فويس الارم حلو تقدر تطفيه. بس والله بسيط، بس بشوف هذا اول واحد، خلينا نجرب اخر مره. وين الكرت ابو سيف؟ رقم 2 قلنا هذا صح؟ عندك 2. اشتغلوا كلهم لله الحمد. left front tire leaf pressure is too low. 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 left rear tire leakage 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 pressure. انا حطيتها سايلنت
عشان لا تعور راسي، لان الحين خلصنا ان شاء الله. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله، بس تم بحمد الله، هذا تم بحمد الله اخيرا. يعطيك العافيه يا ابو السيف. ايه يكونون راكمين على الرنج، هذا واحد ولهم قفل مقفولين، هذا ما تقدر تبطلهم الا ماني قايل عشان احد يبوقهم. المهم معاهم قفل، وهذا الاخير مبرمجين قدام يمين قدام شمال ورا يمين ورا شمال، امورهم طيبه. يعطيك الارم اذا نزل على المستوى اللي تبيه، او اذا صار انشق التاير فش التاير الاول. يعطيكم العافيه.